يا عيني عليكي يا عيني عليكي يا طرفة. شو ها؟ بشرفي ما ذكرتيني الا باكل ستي الله يرحمها. ليش يعني تلحقيها يا عيني انت على الدرب كمان شي يوم بدي اقول عنك الله يرحمك. فعلا انك طباخة كثير كثير شاطرة، ما كنت متوقعة منك هيك. قلت لك انا طرفة رفيقتي مشهورة بكل البلد، كيف لكان؟ عندها نفس غير شكل، اصحاكي شعراتك ينزلوا بالاكل يعني. حبيبتي من بعد اذنك. طرفة كل يوم بتجي عندنا على البيت وتساوي لنا اكله طيبه مثل هي وبتاخذ حسابها وبتمشي. ما انا هيك متفقه مع دلع. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك، فرحتيني. نجح يرفع ايده. ينعم، وما زال كلياتنا يعني فرحانين وناجحين. بدي ابشرك بشوره. عم اسمعي. ايه السيد طارق يعني ابو طارق الله يسلم لك يا يعني حضنته ولعبته ويعني وهزيته وحكيت له قصه ونام على ايدي، كيف لك؟ خلاص معناتها سفريه لهالبنت. هو هيك بس، في شيء بدي احكي لك اياه بعدين. اوكي. ينعم، واضح في بيناتهم اسرار لحالهم متجوزين عدلهم، وانا وياك هروب، خلينا نكف ماضيها بقى. انا اذنكم يعني بدي اشق على طروقه انا. خذيهم معي حتى اسوي لهم كاسه شاي اقنق عجم، لانه بعد هي الاكنه الواحد بتجمد مع التوب. جمعتك ابو ملعون، قرفتيني. ترفع اعملي لي شاي بالقرفه. انا عيني. يلا. عن اذنك يعني. اشتهيتوا. ينعم. صحة. خير، شو القصة؟ إيميلي، جو انسايد. حاضر مام. مرته للمعلم أبو العبد هربت شغالتها، فايتة بالحيطان، دقت لي مشان أبعت لها إيميلي، وأنت بتعرف أنا ما فيني إلا لا. ما أحلاكي وتقولي لا، أوعك ها؟ إيه، مشان هيك أنا ما رح سفرها هلا. أول ما تسافر، عشو مستعد على السفر يعني؟ أبو العبد هاد حدا بيسترجي له لا. شفت كيف؟ يخرب بيت عن جد أكل طيب. يجي رحمة. رناني صايمين كتير عم يجعوني. روحي صالحي هون عن شي دكتور. ليه ما بدي؟ ما معي مصاني، أنا ما معي مصاني، بتعرفين بين غطاء؟ إنه هون يعني فيتي. أنا حاسة إنه طاقة انفناج انفتحت لنا. هالجماعة باينتهم صناف وكمان. كمال متعينة هاي المنفوخة علي الجيري، إذا بقدحها بدبوس صغير بتنفجر بوشها يبطق. نو شو صني؟ ما عم بفهم عليك، فهميني حاج. انتي مالك عارفاني شي، هاي الحرمة ما في بقربة رحمة. نو شو نصا؟ عداي على ايدك شو عاملي، عداي على ايدك شو عاملي. تضرب الخدامة؟ نعم. اي نعم، من سن الخدامة خالص الكراتي عاقب. شو يعني؟ يعني عقب. ايه. تالت شغلي هاي الخدامة صار لها 4 سنين ما وشايفة امها ولا اختها ولا ابوها ولا جوزها ولا اولادها. ما تضحك متجوزين ضدك. اي نعم. وانتي قاعدة؟ قاعدة متعين حبايب. يعني يا حبيبتي نحن ما دخلنا سنت 100 من عين تنك، ما انت دخلنا في معنانا يعني ناقة ما نيندي. الله يوفقك، طميني بعنب وهدي النعب شوي. نحن قلنا مصلحة مع هذا النجان جوز اياد افندي، هذا بيشتغل جوازات مضنوبة ومضنوبة هيك يعني، وهذا اللي بيهمني بالموضوع. عيني موضوع. اها انت عيني. شوفي يا حبيبتي، انا ناوية نعمل جوازات سفر لمحنوس نخضنا للبنات واني وانك. انا إلي أنا ما بدي أسافر، أنا ما بغادر وقته خلصت. حبيبتي تؤمني مو أنا كافي، وأنا ما بسافر إلا نشني على نشنك. أصلاً أنا كمان ما بدي سافر، بس هني صنعوني، أنا ما بدي أطلع من سونية وسونية ما بتقدر تطلع مني. بقى يا حبيبتي نحن احتياطيات بدنا نعمل جوازات سفر، ليش؟ لا سمح الله ما تسامحنا شي على غفلة تؤمني. هيك لكن هيك لكن نفست اني انت نقص. انا اللي عم بنفس. قال محامي، قال ضيعون هالمهنه فيه ولك طرفه. المحامي يساوي الحق، المحامي يساوي العدل، المحامي يساوي الفصيله، كيف لك؟ شو يعني الفصيله بقى هي كمان؟ وعلى الاخلاق. ها انت اخلاقك عاليه، انت جبتي سنه اخلاق بقى تقبليني. كلماني كلماني انا منا بس انا بزيني هالطلعه. حاج حاج تطولي وتقصري، خلص رح اخرس قربانك، رح احافظ على الرزق وقت وخلصي نشتغل خلاص خلاص. لكن انا
قررت اني اساعد هاي الحومي. ابوس ايدك ابوس ايدك يا دنيا، لا تدخلي عصك بشي ما بخصي. هيدا مو عص، هيدا ضمير. كيف لكن انما الامم بالاخلاق ان ذهبت راحوا. ايوه